اهلا بكم اجمل عيلة واجمل ناس في الدنيا. عايزين نعرف الشخص اللي هوسنا تفكير او اللي احنا مشتاقين له او اللي احنا بنحبه، هو حاسس بينا، هو بيفكر فينا، وهل علم الطاقات الغير مرئية تحديدا يقدر يفيدنا في حاجة زي كده؟ طاقتي وطاقتك والتأثير والعلاقة بينهم في علامات، الدنيا مش ماشية عشوائي يعني، وكل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة محسوبة وموزونة وليها النتيجة بتاعتها. باختصار ندخل في موضوع حلقتنا، احنا معانا 7 علامات، 4 علامات لو بتحصل معاك كفيلة ان احنا نقول لك ان الشخص اللي انت بتفكر فيه مش بس بيفكر فيك ولا بس مشتاق لك، ده عايز يقابلك، وبنسبة كبيرة هيسعى لكده، وبنسبة كبيرة ممكن يحصل التقاء بينكم. العلامات دي هنبدأ ان احنا نقولها ايه، ولكن يعني بدعو في البداية كده الجديد يعرفنا بنفسه، اللي ما اشتركش في القناة محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يا ريت يشترك، والانستجرام الرابط دي متثبته في اول تعليق ووصف الفيديو. اول علامه التفكير، دي علامه، ايوه طبعا. تاني علامه الحلم، يعني اول علامه التفكير ان انت ممكن تفكر في هذا الشخص في اليقظه وانت صاحي، بل ممكن ان انت، وده الاغرب بقى ودي علامه قويه، خلي بالك ما كل حاجه بدرجات، يبقى قاعد معاك ناس بتحبهم سواء من اهلك او احبابك او اصدقائك والشخص ده في بالك، في ناس كده تخيل، وده يدل على مدى تعلقك وتفكيره هو كمان فيك. دي اول علامة. تاني حاجة ممكن يكون اكتر وقت انت بتشوفه فيه او بيشغلك فيه هو وانت نايم وانت بتحلم، وقت الحلم. في ناس ممكن تتفكر في اللي هي مرتبطة بيه او عفوا اللي الشخص اللي شاغلها وهي صاحية، وفي ناس ممكن تفكر وهي نايمة. تالت علامة بدون سابقة انذار، يعني انا بفكر في الشخص ده مش محتاج ان حد يفكرني، مش محتاج ان حد يجي يقول لي فاكر فلان عشان افتكر، مش محتاج ان انا اعدي على مكان كنا بنلتقي فيه عشان افتكره، او مش بروح اجيب صوره واجيب المسجات بتاعته وافكر نفسي انا وتحايل عشان سمعت ان في ناس بتقول اللي هتفكر فيه هيفكر فيك، هو ما اناش محتاج ان انا اعمل كده، هو اصلا لوحده بيجي في بالي. احنا كده خدنا 3 علامات اللي هي التفكير في اليقظة او الحلم ان انت تحلم بيه، وان يكون بدون سابقة انذار. وانا ليا رجاء عندكم، انا عايزكم تدوسوا لايك رجاء، عن الحلقة دي مهمة جدا، اللي بيحبني يدوس لايك، واللي شايفها مهمة، اللي مش شايفها مهمة يدوس دوس لايك، يعني اضغط ديس لايك، ما عنديش حاجة، بس لو شايفها مهمة خلي يعني اللي بيبحث عن معلومة يلاقيها. العلامة الستة ان دايما يعني ذكرى مسحوبة بحنين وشوق، يعني انا مش بفكر في شخص وبفتكر له مواقف حلوة كده وخلاص، يعني عايش على الذكرى وخلاص، لا دايما مشتاق. عارفين اللي هو الشخص المشتاق، الشخص اللي احاسيسه مرتفعة ومأثرة عليه دايما كده، الشخص ده انا بفكر فيه مصحوب تفكيري بحنين وشوق ليه، يعني مشتاق وحشني، فاهمين هو ده معناه، ودي علامة قوية جدا، وتدل كمان ان في تبادل طاقات بينك وبينه، وان الشخص ده نفس الكلام حتى لو هو مش مبين، تخيلوا. العلامة بقى السبعة، يعني دايما، او دي من العلامات اللي احنا نقدر نقول ما تحبش ان انت، او تحب ان انت تتكلم عنه قدام حد، تلاقي نفسك عايز تجيب سيرته، تلاقي نفسك عايز ان انت يعني ما تحتفظش بالحلقة، لا عايز حد يشاركني، يعني اقعد كده حد اثق فيه او بيفهم في الامور دي عايز احكي له، ونفسي ان انا كمان اقول اسمه لولا الملامة زي ما احنا بنقول. طبعا مش شرط ان ال7 علامات يكونوا موجودين، انما 4 بس فما اكثر ده كفيل ان احنا نقول لك الشخص ده بيفكر فيك، ونتمنى ان انتوا تتجمعوا قريب، ودي حاجة مهمة قوي، ومن ضمن الأسئلة الجوهرية والكتير قوي اللي اتسألتني سواء على الانستجرام او الفيسبوك. حبيت انا قلت انا بعمل حلقات بشوف انتوا ايه اللي شاغلكم وايه اهتماماتكم، وبنعمل عنها حلقات، عشان كده بفكركم تاني، يا ريت اللي نسي يدعمها بلايك، يدعم الحلقة دي بلايك، خلي اصدقائنا اللي بيقولوا يعني ناخد رأي مين ونعمل ايه، ومتنا من التفكير صدقوني. انت لو بتسمعني دلوقتي وشايف ان الحلقة دي استفدت منها، يبقى اكيد غيرك هيستفيد منها. بحبكم جدا، هتوحشوني، وتصبحوا على خير. العلامة الستة ان دايما يعني ذكرى مسحوبة بحنين وشوق، يعني انا مش بفكر
في شخص وبفتكر له مواقف حلوة كده وخلاص، يعني عايش على الذكرى وخلاص. لا، دايما مشتاق. عارفين اللي هو الشخص المشتاق، الشخص اللي احاسيسه مرتفعة ومأثرة عليه دايما كده. الشخص ده انا بفكر فيه مصحوب تفكيري بحنين وشوق ليه، يعني مشتاق، وحشني. فاهمين؟ هو ده معناه، ودي علامة قوية جدا، وتدل كمان ان في تبادل طاقات بينك وبينه، وان الشخص ده نفس الكلام حتى لو هو مش مبين. تخيلوا العلامة بقى السبعة، يعني دايما، او دي من العلامات اللي احنا نقدر نقول ما تحبش ان انت، او تحب ان انت تتكلم عنه قدام حد. تلاقي نفسك عايز تجيب سيرته، تلاقي نفسك عايز ان انت يعني ما تحتفظش بالحق، لا عايز حد يشاركني، يعني اقعد كده حد اثق فيه او بيفهم في الامور دي عايز احكي له، ونفسي ان انا كمان اقول اسمه لولا الملامة زي ما احنا بنقول. طبعا مش شرط ان السبع علامات يكونوا موجودين، انما اربعة بس فما اكثر ده كفيل ان احنا نقول لك الشخص ده بيفكر فيك، ونتمنى ان انتوا تتجمعوا قريب. ودي حاجة مهمة قوي، ومن ضمن الأسئلة الجوهرية والكتير قوي اللي اتسألتني سواء على الانستجرام او الفيسبوك. حبيت، انا قلت انا بعمل حلقات بشوف انتوا ايه اللي شاغلكم وايه اهتماماتكم، وبنعمل عنها حلقات. عشان كده بفكركم تاني، يا ريت اللي نسي يدعمها بلايك، يدعم الحلقة دي بلايك، خلي اصدقائنا اللي بيقولوا يعني ناخد رأي مين ونعمل ايه، ومتنا من التفكير. صدقوني انت لو بتسمعني دلوقتي وشايف ان الحلقة دي استفدت منها، يبقى اكيد غيرك عادي. انا برضو نقول الحاجة اللي انا نبهت ليها في نهاية الفيديو، هنا في ناس بقى ممكن تسمع الحلقة وتقول والله العلامات انطبقت، ولكن ليه مش عايز يكلمني؟ ليه ما بيرجعليش؟ ليه لما باجي احاول ان انا اقرب منه او نرجع لبعض ما بلاقيش استجابة؟ خلي بالك، احنا قلنا ان هو بيفكر فيك ومشتاق ليك، وممكن يكون عايز يقابلك، بس ما قلناش ان هو بالضروري لازم هيسعى ان هو يقابلك. ما يمكن يا اخي انت تكون عامل غلط كبير اوي، ما هوش قادر يسعى، هو نفسه يقابلك داخليا. خلي بالكم، عشان في بعض الناس بتاخد الموضوع بشكل من بره. انا داخليا عايزك وبموت فيك او فيك ومش قادر استغنى عنك، ونفسي اقابلك، بس انت غلطان فيا، انت عامل موقف صعب على نفسيتي، ما اناش قادر ان انا اتقبله ولا اتعامل معاه. ارجع لك ازاي؟ ظروفي لا تسمح يا اخي، على الاقل في الوقت الحالي ظروفك لا تسمح، امكانياتي سواء الظروف الاجتماعية المهنية المادية الاسرية ايا كان، ما ينفعش. يعني مش، يعني اللي انا عايز اقوله، مش معنى انطباق العلامات وان العلامات دي موجودة هو بيفكر فيك وعايز يقابلك، بس مش بضروري ان هو لازم هيسعى ان يقابلك. هنا الخلط اللي ممكن يحصل، اللي ممكن اصدقائنا من غير ما يكونوا واخدين بالهم يقعوا في النقطة دي، ان هم يربطوا بين حاجتين. ما دام العلامات موجودة خلاص، ما انا بحاول ان انا اقرب منه، ما انا بحاول ان انا عايزه يرجع لي، ليه ما بيسعاش ليا؟ هنا انت بتحكم بشكل يعني غير كامل، او ما بتاخدش الصورة كاملة شوية. لا، شوف بقى نفسك خلاص. هنا بقى انا اقول لك تعمل ايه بقى. انا اقول للناس دلوقتي اللي العلامات انطبقت معاها يعملوا ايه. انت اتأكدت ان العلامات موجودة، اذا اتأكدت انا وانت والحاضرين ان الشخص ده بيفكر فيك، تعال بقى شوف البعد ده اسبابه ايه. هل انت عملت غلط تعتذر؟ هل ظروفه لا تسمح؟ حاول تشوف ايه اللي ممكن انت بايدك تعمله. اسعى، اعمل اللي عليك دايما تحل الظروف دي لو انت تقدر. فاهمين يا جماعة احنا بنتكلم فيه؟ فاهمين احنا عايزين نوصل لإيه؟ لازم توصل للموضوع، او يكون نظرتك للموضوع نظرة بعيدة شوية، عشان تقدر ان انت تشوف الصورة واضحة. وده اللي انا كنت عايز اقوله في النهاية، واوضحه وانبه عليه قوي. ما اجمل الحب، وما اجمل ان يكون شخص انت بتفكر فيه وبيفكر فيه، وما اجمل ان شخص يكون عايش على ذكراك ونفسه ان هو يشوفك، ودي يعتبر امنيتي الاولى والاخيرة. ولكن على أرض الواقع مش ده بس هو اللي ممكن يخليكم تتجمعوا سوا. عليك دور، شوف ايه اللي عليك واعمله. وهو كمان على فكرة يعني الكلام للطرفين، المفروض لازم احنا الاتنين نسعى للحفاظ على العلاقة. شخص واحد مش هينجح أبدا بالعلاقة.
زي ما قلت لكم يا ريت تدوسوا لايك للحلقة دي، مهمة جدا جدا صدقوني. إيه لكتير من أصدقائنا اللي أنا بحرص على إفادتهم مهما كان، مهما كان في تعب أنا بحاول إن أنا أزود عدد الحلقات عشان أراضيكم وأغطي كل المواضيع اللي أنتوا بتتساءلوا فيها. عندنا على طول بعد الحلقة دي لايف على الانستجرام، اللي ما تابعنيش على الانستجرام وعايز إن هو ينضم لينا من الرابط، وبعدها على طول بساعة حلقة لايف باخد كل اسئلتكم وبنتناقش في موضوع مهم على الفيسبوك. يا ريت تنضموا لنا وتشيروا كمان الحلقات دي لاصدقائكم، خلي حبايبكم ينضموا لعيلتنا وعيلتنا تكبر وكلنا يبقى قريبين من بعض. يلا بقى نلتقي في اللايف، اللي هيجي ويلتقي واللي حابب ان هو يكون متواجد معانا.